حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون شايفك ازاي او حابب ايه فيك، يعني هنشوف شخص، هنحط شخص في بالنا، هنشوف الشخص ده شايفك ازاي، حابب ايه فيك، رأيه فيك ايه. كمان هنشوف الشخص ده الحاجة اللي بتخليه يعجب بيك او يقرب ليك، هل هي شخصيتك؟ هل هي عقلك؟ هل هو معجب بيك جسديا؟ هل الشخص ده حابب روحك؟ يعني هنشوف الشخص ده معجب بإيه بالظبط فيك، إيه اللي بيشده ليك، كمان رأيه فيك إيه الحقيقي من داخل عقله الباطن. القراءة دي هتبقى بأول حرف من اسم الشخص أو باختيار الأساور. الأسورة الأولى أو المجموعة الأولى الأسورة الحمراء. الأسورة الثانية أو المجموعة الثانية هتبقى الأسورة السود أو البلاك. تمام، دي حروف مجموعة رقم واحد، طبعا هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس وفي أول تعليق مثبت. ودي حروف مجموعة رقم اتنين بأول حرف من اسم الشخص أو باختيار الأساور. تعالوا كده بقى نخش في القراءة على طول. بس طبعا لو انتوا أول مرة تشوفوني، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بنزله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هسيبلكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. وبكرة آخر يوم لحجز القراءات المخفضة، مدفوعة مخفضة. طيب تعالوا كده نشوف أول حاجة طاقة مجموعة رقم واحد، عشان لو طاقة متضافتش تشوف مجموعة رقم اتنين على طول. تعالوا كده نشوف طاقتكم عاملة ازاي يا ترى. مجموعة رقم واحد، طاقة مجموعة رقم واحد عاملة ازاي دلوقتي؟ كمان ناخد كروت من الانرجي. على فكرة الأولانيين، الأولية هي الأولى دي اتنين، بصوا ده طبعا طلع لكم فده هسيبه. طيب تعالوا كده بقى نشوف طاقة مجموعة رقم واحد عاملة ازاي يا ترى. نفسي مرة أشوف طاقة المجموعة وتكون مفرحاني كده وحلوة، ويكون فيها سعادة، يكون فيها بهجة، حب، مش عارفة مالكم. يعني طاقة مجموعة رقم واحد بتقول إن أنت تعبان حاليا، وبتقول إن أنت قصادك عوائق كتيرة في حياتك، أو أنت شفت كتير في حياتك ومش مستحمل أنت تشوف حاجة تاني. يعني خلاص كده أنت تعبت، تعبت من كتر ما أنت بتشوف، يمكن غدر من الناس، يمكن أنا بتكلم عامة، يعني مش لازم يكون في علاقة، يعني انا بتكلم عامه. انت طاقتك الحاليه فيها وجع، فيها الم، فيها كلام يمكن جرحك، حاله نفسيه سيئه الفتره دي. يمكن انت فقدت الامل في ان انت تلاقي شخص مناسب ليك للارتباط بيه، او تكون في علاقه مستقره. ممكن تكون انت في علاقه مش مستقره، او لسه ما لقيتش الشخص المناسب اللي انت ترتبط بيه. بس مع ذلك يعني سبحان الله، انت يمكن فقدت الامل، او بالعقل كده بتقول خلاص انا مش هفكر في حد تاني، او مش هفكر في شخص يعني ان احبه او ان انا اخش معاه في علاقة. ولكن قلبك مطمئن ان ربنا شايل لك الخير، قلبك مطمئن مع ان عقلك بيقولك خلاص ما تفكرش في حد، خلاص سيب حكاية العلاقات وسيب حكاية الحب. انت جربت يمكن وفشلت فيه، ما تجربش تاني، ما توجعش قلبك تاني. بس قلبك في اطمئنان، قلبك في امل في الله، وامل ان انت هتكون في وقت من الاوقات في علاقة مستقرة مع شخص مستقر، وهتكون حياتك فيها هدوء، وهتكون حياتك فيها توازن. طيب تعالوا نشوف برضو كروت الانرجي بتقول ايه. طب ما شاء الله انت عندك استقرار، عندك يمكن الفترة الجاية جايلك استقرار مادي. لو انت بتفكر في امر يخص المادة، ما شاء الله انت جايلك امر فيه هتكون فرحان، يعني يمكن هيجيلك فلوس او حاجة هتفرح بيها،
ففي استقرار مادي، في نصر، في فرحة ليك جاية، انت هتنتصر على حاجة. طيب بص، زي ما قلت انا شايفة ان انت هنا فقدت الامل ان انت تحب، او خلاص ما بقيتش حاسس، مش عارف ان انت تحب حد. يعني شوفوا، وصلت للدرجة دي، انت مش عارف تحب حد، مش عارف تثق في حد، لان الشاكرا الرابعة عندك مقفولة، الشاكرا الرابعة عندك فيها خلل، عشان كده انت مش عارف تثق في حد او تحب حد، بالرغم ان انت عندك احساس بالامان ان الشخص المناسب قلبك هيتفتح له بسرعة، وهيكون في بينكم علاقة قدام ربنا طبعا كاتب كده. يعني انت بتقول لنفسك كده، بس يمكن مفيش حد حاليا انت قادر ان انت تستوعبه، مش قادر ان انت تدخله حياتك او يكون في استقرار عاطفي في حياتك، لان الشاكرا الرابعة مقفولة. طيب شايفاك كمان انت يمكن روحاني، يمكن الفترة دي بتدعي ربنا كتير، بتصلي كتير، بتتأمل كتير، بتبص للسماء وتدعي وتكلم ربنا، تقعد مع نفسك كده وتتكلم مع ربنا كتير وتدعي له. شايفة كمان ان انت يمكن تكون بتأمل مستقبلك المادي، او بقيت تفكر اكتر في المادة اكتر ما انت بتفكر في العاطفة. يعني في الفترة الحالية انت بقيت تفكر في المادة والشغل اكتر ما بتفكر في العاطفة، سبت العاطفة على جنب، لان انت شكلك اتخذلت، اتوجعت، حد سابك ومشي، يعني ايا كان اتوجعت من المنطقة دي، فمش عايز تخش فيها تاني، يعني قافلها، او حابب ان انت تكون بعيد عنها، بتخاف من المنطقة دي اللي هي منطقة الارتباط او العلاقات. طيب ممكن تكون انت برج ايه؟ ممكن تكون برج الحوت، بس مش عندي ابراج تاني، وكمان هو مش طالع برج صريح صراحة، لكن انا بشوف الكارت ده برج الحوت. طيب تعالوا كده نخش في القراءة. مجموعة رقم 1 الأسورة الحمراء، تعالوا نخش في القراءة ونشوف الشخص ده شايفك ازاي. نعمل توضيح بكروت تانية عشان تبقى الطاقة تبان اكتر. اعمل لكم كده عشان تشوفوا. تعالوا نعرف الشخص ده شايفك ازاي، او رأيه فيك ايه، مش الكلام اللي بيقوله لك، او مش الكلام اللي انت بتلاحظه مثلا في عينيه، او الكلام الظاهر. احنا عاوزين نخش في داخله، في عقله الباطن، نشوف الشخص ده عقله الباطن، قلبه شايفك ازاي، او من جواه كده في ايه من ناحيتك. طيب حلو قوي، حلو، يعني دي طاقتك وهو شايفك كده فعلا. انت متحمل مسؤولية، متحمل حمل تقيل عليك، فهو شايفك انت يمكن تكون برج ناري، تمام، او ممكن تكون في من الخريطة الفلكية بتاعتك أبراج نارية مأثرة عليك. يعني أنت برج ناري، الخريطة الفلكية بتاعتك أبراج نارية، فمأثرة عليك، مخلياك شخص صاحب أكشن، ما ينفعش تعيش في حياتك من غير أكشن، من غير هو شايف كده. يعني احنا بنتكلم على اللي جواه، على دماغه شايفك ازاي، شايفك شخص صاحب أكشن، صاحب حركة، كاريزما، بتحب المواجهة جدا، بتحب ان انت تجيب حق المظلوم، بتقف في وش الطيار، تقف في وش القطر زي ما يقولوا كده، انت واقف في وش الطيار، قلبك جامد، هو شايفك كده شخص قلبك جامد، قائد، بتدخل البهجة في حياته. يعني هو شايف ان انت بتدخل البهجة في حياته، وشايف ان انت شخص يمكن عندك مواهب كتيرة، يمكن انت ناجح عمليا او دراسيا او اجتماعيا في حياتك، فشايفك ان انت شخص موهوب وصاحب علاقات.
شايف ان انت شخص عندك اكشن. يعني ايه عندك اكشن؟ يعني عندك حركة كده دايما في حياتك، مفيش ركود في حياتك. لا، الركود دايما انت ما تعرفوش، انت دائم السعي، دائم البحث مثلا على حاجات جديدة. بتحب ان انت تجيب الموضوع من اوله، تجيب الموضوع من اوله، ان انت تبحث وتشوف ايه الجديد، وتجيب اكتر من حاجة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت لو داخل مثلا مشروع، او داخل تشوف حاجة، تعمل سيرش، تدور تشوف ده ايه. يعني عندك حركة كده دايما في حياتك. طيب، وكمان شايفك كثير الفضول. يعني هو بيشوفك شخص كثير الفضول، او بتحب تعرف كل حاجة ماشية حواليك. ما تحبش ان مثلا، يعني انت بتكره الغموض، انت ما تحبش كده، انت شخص صريح، ما تحبش اللي قدامك يكون غامض، انت ما بتحبش كده. او الشخص الغامض ده بتحس كده زي هو هم على قلبك، لان يعني انت شخص صريح، بتحب الناس تبقى ماشية معاك في صراحة. طيب، يبقى الشخص ده بيشوفك ان انت شبهه او زيه، او فيكم تشابه كبير من بعض، بالرغم من ان انا شايفة ان انت شخص حماسي، شخص صريح، وحاسة وشايفة من شخصية الشخص ده ان هو عكسك، ان هو غامض شوية. طيب، شايفك كمان ان انت شخص مكافح جدا، ولما بتكون عاوز تعمل حاجة بتعملها، ما بتتأخرش، ما بتقعدش تفكر كتير. لا، انت عاوز تعمل حاجة بتعملها على طول، ما بتفكرش، تاخد الخطوة سريعا، يمكن في نفس الدقيقة بتعمل الحاجة اللي انت عاوزها، فكرت في حاجة بتعملها. طيب، شايفة هنا كمان علاقات ثلاثية، ممكن تكون انت حاطط في دماغك حد، وعارف ان الحد ده هو في علاقة تانية. اول شخص ده لو هو معجب بيك وانت معجب بيه، بس من بعيد مفيش بينكم كلام، فممكن يكون الشخص ده شاكك ان انت في علاقة ثلاثية، يعني سوري، ان انت في علاقة، وحاسس ان هو لو دخل او اتكلم معاك كده هيبقى في علاقة ثلاثية، فيمكن عشان كده هو الشخص ده بعيد، او مش قادر ان هو يقرب، او معاك اون اوف، مش عارف انت في علاقة ولا لا، يعني مش متأكد من الموضوع ده. طيب، تعالى نعمل توضيح. هو بيشوفك شخص فضولي زي ما انا قلت لك في الاول، شايفك ان انت شخص كثير الحماس، وعندك فضول دايما على الاشياء والحاجات اللي في حياتك. طيب، كمان يمكن انت او طاقات منكم بتصرف على اهلها، او ان هي مسؤولة عن بيتها، عن والدتها، عن باباها، يعني انتوا بتصرف على اهلك، شايف ده. او يمكن انت شخص متحمل مسؤولية، متحمل مسؤوليتك انت على الاقل، انت شخص مكافح اصلا، هو شايفك كده. وشايف كمان ان انت يمكن اتظلمت في حياتك، او في نقطة في حياتك غيرتك، موقف في حياتك، علاقة في حياتك غيرتك 180 درجة، الحاجة دي هو شايفها فيك، بس شايف ان انت انهزمت ووقفت تاني من جديد. يعني زي ما قلت لك، هو شايفك شخص مكافح، شخص قادر، شخص يعني مسؤول وقد المسؤولية، هو بيشوفك شخص مسؤول وقد المسؤولية. طيب، تعالوا نشوف بقى الشخص ده معجب ايه فيك بالظبط. عندي هنا برج العقرب هو اللي طلع، وبرج الجوزاء. تعالوا نشوف الشخص ده معجب ايه بالظبط فيك. هل شكلك معجب بيك جسديا؟ يعني معجب بشخصيتك، معجب بروحك؟ ايه الحاجة اللي الشخص ده حاببها فيك قوي؟ ايه الحاجة اللي الشخص ده حاببها فيك قوي؟ مجموعة رقم واحد، عايزين نعرف ايه الحاجة اللي الشخص ده حاببها فيك، الحاجة اللي بتعجبه فيك، شكلك، روحك، شخصيتك، ذكائك، يعني اللي هيطلع هنقوله. طيب، تعالوا كده نبتدي ونشوف. على فكرة انت شكلك شخص قوي، يعني الكروت اللي فاتت ولسه بشوف اهو، انت شكلك شخص قوي، وعاجبه فيك جدا ان انت شخص قوي، او شخصيتك قوية. مش قوي ان انت تبقى مثلا بتقوى على الضعيف مثلا او كده، لا، انت شخصيتك قوية. يعني يمكن شفت حاجات كتير في حياتك، والحاجات الكتير دي هي اللي خليتك شخصية قوية قد المسؤولية. طيب، الشخص ده بيحب فيك ايه؟
بيحب فيك شخصيتك القوية وفي نفس الوقت الجانب الحنين اللي فيك. يمكن هو لمس فيك الجانب الحنين ده وانت مبين لكل الناس شخصيتك القوية، ولكن هو لمس فيك حتة الحنية او حتة العطاء اللي جواك. طيب يبقى شخصيتك القوية زائد العطاء والحنية اللي جواك مستخبيين زائد روحك. الشخص ده حابب فيك روحك جدا، حابب فيك ان انت عندك شفافية، روحانيات عالية، احساس يمكن انت بتحس بيه. يمكن الشخص ده بيبقى مثلا واقع في مشكلة، واقع في ورطة، واقع في حاجة، وهو بيلاقيك بتكلمه، بتسأل عنه، بتشوفه، بتتصل بيه، بتحس بالشخص ده. يعني هو شايف ان انت قريب منه جدا روحيا، بالرغم ان ممكن يكون في بينكم مسافة او في بينكم بعد في الكلام، او ان انتوا مش بتتكلموا على طول او كل يوم، بس انت بتحس بيه. الشخص ده معجب بروحك الداخلية، شفافيتك، روحانياتك، قوتك في تحمل مسؤوليتك او مسؤولية عيلتك، في اهتمامك وعطائك وحنيتك اللي جواك. تمام. بالرغم من ان الشخص ده شايف فيك ان انت موجوع او شايف فيك ان انت اتوجعت، بس لما بيكون جنبك او لما بتكلمه بتنسيه هو الوجع اللي جواه او المشاكل اللي في حياته. يعني بالرغم من ان انت موجوع وحياتك يمكن مش 100%، بس بيحس ان انت زي الطبيب الروحي بالنسبة له. كمان هو شايفك حد مختلف، حد بيتمناه، حد نفسه من زمان كان يكون معاه. وشايفة برضو هنا مسافات، يعني شايفة في علاقات مسافات، انت في حتة وهو في حتة، انت في بلد وهو في بلد. يبقى ايه الحاجة اللي الشخص ده بيحبها؟ شخصيتك القوية، اتخاذك لقراراتك بسرعة، ما بتفكرش كتير. يمكن انت مش متهور، ولكن ما بتحبش ان انت تأجل القرارات اللي انت واخدها، بتحب ان انت فكرت في حاجة تعملها. بيحب فيك كده سرعتك والكاريزما اللي عندك والاكشن. كمان زي ما قلت لكم روحك الداخلية وعطائك وحنيتك اللي جواك مش باينة للناس. طيب ممكن تكون انت او هو من برج ايه؟ ممكن تكونوا من برج الميزان او برج الدلو. طبعا صور لك جميع الابراج. ممكن يكون كمان انت او هو من برج السرطان او العقرب. تمام كده. طيب احنا كده خلصنا قراءة مجموعة رقم 1. يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ولو حد حابب يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، بس بقولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا نخش في مجموعة رقم 2. تعالوا نشوف الطاقات بتاعتكم عاملة ازاي دلوقتي. ايه الاسورة البلاك، طاقة مجموعة رقم 2. يا رب تبقى كويسة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة مجموعة رقم 2. كمان ناخد من كروت الانرجي. طيب تعالوا نشوف كده طاقة مجموعة رقم 2، عشان لو الطاقة ما انطبقتش تشوفوا مجموعة رقم 1. نحط كارت كمان. تعالوا كده نبتدي ونشوف. مفيش فايدة في الطاقات بتاعتكم وجع القلب اللي انتوا فيه ده. يا ربي. بصوا بقى مجموعة رقم 2. انت مظلوم، انت مظلوم، مستني حقك، بتدعي ربنا، ربنا يجيب لك حقك. هي مجموعة رقم 2. انتوا تعبانين جدا جدا الفترة دي. 6 of Swords، 9 of Swords، 5 of Cups. يعني انتوا
يمكن اتأذيتوا نفسيا من شخص، اتأذيتوا، قال لكم كلام جرحكم، غدر بيكم، مش وسابكم، يعني ايا كان الشخص ده دمركم. مش لازم يكون الشخص ده هو لسه عامل فيكم كده، ممكن يكون دي تراكمات من زمان. شخص دخل في حياتكم وعمل فيكم كده، وانتوا لحد الآن بتعانوا، انتوا لحد الآن مش قادرين تبقوا في حياة طبيعية، حياة مستقرة، حياة متزنة. شايفة طاقات كتير قوي قوي منكم، انتوا سنجل، مفيش حد في حياتكم دلوقتي، ومش عاوزين تدخلوا حد في حياتكم بسبب ان انتوا مجروحين وتعبانين، وعندكم فقدان للأمل في ان انتوا تكونوا في علاقة. انتوا مستنيين عدل ربنا، يمكن مستنيين العوض من ربنا، ويمكن مستنيين ان ربنا يجيب لكم حقكم من حد. كمان مش لازم يكون الشخص ده اذاكم اذى عاطفي، ممكن يكون اذاكم في شغلكم، اتكلم عليكم من وراكم، خدعكم، خذلكم في حاجة، يعني ايا كان صديق ليكم، يعني مش لازم يكون علاقة عاطفية. الشخص ده خذلكم، اكتشفتوا وش غير وشه، وعشان كده انت مستني حق ربنا، مستني العدل، انت قاعد مستني العدل، وقاعد برضو مستني حياتك تبقى متوازنة، يكون فيها توازن، يكون فيها استقرار. لان انت بالشكل ده انت مش متوازن، مش متوازن نهائي. انت يمكن بتقعد بالليل لوحدك وتقعد تعيط، ومش عارف تبقى في حياة انت راضي عنها من جواك، انت تعبان، مش عاوز تسمع حد تعبك اللي جواك، لان محدش هيفهمك. في جواك صريخ، في جواك صوت داخلي بيصرخ، يمكن انت عاوز تطلع الصريخ ده، بس مش عارف ومش قادر، ومش لاقي حد تتكلم معاه ويفهمك. مش عارفة انتوا ليه في الطاقة دي، يعني مهما كان اي حاجة في الدنيا متستاهلش ان الواحد يعمل نفسه ويخلي نفسه في الطاقة دي. ربنا عنده كتير، وربنا ما بينساش حد، وكل ساقي سيسقى بما سقى. محدش يزعل من حاجة يا جماعة، ربنا بيكتب عنده كل حاجة. اللي خذلك، اللي خدعك، اللي اتكلم عليك، اللي أي حاجة، ربنا مش هيسيب حقك. حقك جاي، مجموعة رقم 2، حقك جاي، متزعلش كل زعل ده. تعال نشوف الكروت دي. طيب انت محتاج معالجة نفسية، لو انت تقدر ان انت بصوا يعني انت عندكوا عاصفة داخلية جواكوا، زي ما انا قلت هنا، عندكوا عاصفة داخلية جواكوا مش قادرين. لو انت تقدر او متاح عندك في بلدك ان انت تروح لمعالج نفسي، اخصائي نفسي يسمعك، ده مش عيب خالص، بالعكس انت هتريح نفسك وهترتاح. عندكم هنا الشاكرا الخامسة والشاكرا السابعة، شاكرة التاج، فانت الدنيا عندكم مش مظبوطة خالص، وطبعا الكارت ده بيدل على المعالج، فانت محتاج تروح لمعالج فعلا، بس يكون شخص ثقة. تمام، ممكن تكون انت من برج الميزان او من برج العذراء. طيب تعالوا بقى كده نخش في القراءة، يا رب تكون قراءة مبشرة شوية عشان يعني ارفع من معنوياتكم. تعالوا نشوف الشخص ده شايفك ازاي، رأيه فيك ايه بالظبط. تعالوا كده شوف الشخص اللي انت حطيته في بالك شايفك ازاي، او رأيه فيك ايه. طيب نعمل توضيح من الكروت التانية. تعالوا كده نشوف الشخص ده شايفك ازاي. بصوا انتوا شكلكوا حطيتوا شخص في بالكم، الشخص ده انتوا كنتوا معاه في علاقة وانفصلتم عن بعض، يعني مش كلكم طبعا، لان دي طاقة عامة، انا بتكلم على اللي ظهر دلوقتي قصادي، طاقات منفصلين. انت حطيت في دماغك شخص انفصلت عنه زمان، او انفصلت عنه قريبا، يعني عادي الاتنين واحد. لاني شايفة برضو ان الشخص ده شايف ان هو ألمك ووجعك، وانت كنت في طاقتك تعبان، فالشخص ده عارف ان هو عمل فيك حاجة ألمتك ووجعتك،
و بيشوفك شخص راضي دايما، شخص قنوع دايما. يعني الحتة دي هو بيشوفها فيك، شخص راضي وقنوع. كمان بيشوفك بالنسبة لوضعك المادي، أو إن أنت في شغلك أو مش في شغلك. يعني أقصد إيه، بيشوفك شخص عملي. يمكن أنت بتبينله أو قصاده إن أنت شخص عملي، شخص نمبر وان عندك، أو الأولوية عندك لشغلك وهو عملك ومستقبلك. طيب بيشوفك شخص قنوع زي ما قلت لك، بيشوفك شخص معطاء، شخص عندك عطاء شديد، شخص حنين على اللي حواليك. يمكن انت بتساعد ناس حواليك من عيلتك، من بره عيلتك، هو عارف ده. ودي بقى لكل الطاقات، انا مش بتكلم دلوقتي على طاقات المنفصلين، لا انا دلوقتي بتكلم على كل الطاقات، ولكن المنفصلين انا خصيتهم سوري المنفصلين انا خصيتهم بحتة ان هو عارف انه ألمك وعارف انه خيب ظنه فيك بس. لكن بعد كده لكل الطاقات، الشخص ده شايفك شخص عملي، شخص حنون، شخص معطاء، دماغك حلو قوي، بتعرف تفكر وبتعرف ترتب الأمور جوه دماغك وتتصرف وتمشي على هذا الأساس. طيب تعال نشوف أكتر. يشوفك شخص قريب من ربنا جدا. على فكرة انت شكلك شخص متدين، يشوفك شخص قريب من ربنا جدا وشخص روحاني. بصوا برضو الكارت ظهر مطلع لك في هو شايفك ازاي، بالرغم ان الكارت ده برضو طلع لك في الطاقة بتاعتك ان انت سنجل، وهو برضو شايفك ان انت سنجل، شايفك ان انت دايما عامل حدود، ودايما يمكن الجنس الاخر بالنسبة لك مش بتدخله حياتك. يعني انت لو بنت فمفيش شاب او راجل يخش في حياتك كده، يعني صديق في العمل مسموه صديق زميل، انت بالنسبة لك كده مفيش صداقة بين بنت وولد. يعني هو شايف كده انت شخص عامل حدود و او خط احمر الناس ما تتخطاش الخط ده معاك، شخص متدين وقريب من ربنا بطبعك، روحاني، تدعي ربنا كتير. بص يعني انت الكارت هنا طلع شخص بيرفع ايده لربنا. طيب لو الشخص ده انتوا كنتوا منفصلين وانت مستني حقك منه، و مستني ان هو يتوجع ويحصل فيه نفس اللي يحصل فيك، او على الاقل تحس ان انت حقك جالك، تمام، فالشخص ده فعلا عرف ان انت دعيت عليه وفعلا حصل فيه وتوجع وعرف انه ذنبك، عارف اهو ان انت بترفع ايدك لربنا. فده عارف ان انت بترفع ايدك لربنا، يعني عارف ان اللي حصل له بسببك، لان الشخص ده حصل له حاجة او مر بحاجة، وعشان كده هو ندمان ان هو عمل فيك كده، وندمان ان هو وصلك للدرجة دي. طيب بيشوفك شخص ايه كمان، بيشوفك شخص دايما بتركز على اهدافك، تركز على حياتك واهدافك، او شخص فضولي شوية، او بتحب ان انت لو في حاجة تركز فيها لفترة لحد ما تجيب خبرها، يعني تعرف ده ايه، جاي منين، عمل ايه كده. طيب بيشوفك شخص اجتماعي، او في ناس حواليك كتير حباك، او انت من طيبتك ومن حنيتك ومن تواضعك وحبك للغير وحبك للخير، يعني انت بتحب الغير وبتحب الخير، تمام، وعندك تواضع ورضا دايما عن حالك، فالناس حواليك بتحبك وبشوف كده. طيب شوف اكتر. بيشوفك رومانسي جدا على فكرة، وعندك حاجات مش موجودة دلوقتي في قلوب الناس. شوفك شخص رومانسي، ده فارس الكؤوس، يعني انت فارس بالنسبة في حبك، او لما بتيجي تحب حد بتكون فارس، بتحب كده بالزمن اللي فات، اللي هو زمن الاتيكيت في الحب، وان انت تكون عندك، مش عارفه اسمها لكم ازاي، بس حب نقي، حب نقي، انت عندك حب نقي، وعندك اتساع صدر للشخص اللي بيحبك. يعني تفتح صدرك، تفتح قلبك، تفتح قلبك قوي، وتفتح دماغك، مخك، يعني تستقبل كل حاجة منه، يعني تحل له مشاكله، تطبطب عليه،
تساعده في اي حاجة. يعني انت في كل حاجة الشخص اللي انت بتحبه ده بتحب ان انت تساعده، انت بتساعد الناس الغريبة. يعني مش هتساعد شخص انت قلبك بيدب عشانه، لا طبعا، هو بيشوف ده جدا فيك. كمان كارت الفايف اوف وانز يمكن بيشوفك شخص بتتنرفز بسرعة، يعني بتتعصب بسرعة، سريع التعصب، سريع التأثر بالكلام، شخص حساس، وأي كلمة بتأثر فيك وأي كلمة ممكن تخليك شخص تاني في لحظة، شخص عصبي جدا. طيب ممكن تكون أنت أو هو من برج العذراء أو من برج العقرب أو من برج السرطان أو من برج الميزان. تعالوا بقى كده نشوف الشخص ده حب فيك ايه بالظبط، يعني روحك، شخصيتك، شكلك، حابب ايه فيك بالظبط. تعالوا كده بالظبط نشوف الشخص ده حابب فيك ايه بالظبط. بصراحة أنا شايفة إن الشخص ده يمكن عملي، في تواصل روحي، في تواصل روحي ما بينكم والشخص ده عملي. عملي يعني ايه عملي؟ يعني بيحب ان هو يكون على ارض الواقع، بالرغم انه ممكن يكون بيخش العلاقة او دخل معاك العلاقة وهو دلوقتي بالنسبة لك في مرحلة الكراش، لسه بيتعرف عليك، لسه محطش في دماغه ان انت الشخص المناسب ليه او انت الشخص اللي انتوا لسه يعني متعرفين على بعض وانت بتشوف الشخص كده. بس انا بعرفك الشخصية اللي قصادك ايه، الشخصية اللي قصادك هو شخص عملي، يوم ما خلاص اتأكد ان انت اللي قاعد متربع في قلبه هيبقى نيته منك الزواج. يعني انا عندي هنا كارتين زواج، يعني انا بشوف ايه الحاجة اللي حاببها فيك او تقربه ليك، هل شكلك، روحك، شخصيتك، او اي حاجة من دي. طلع لي هنا ان الشخص ده اول ما يحب او اول ما يحس بقلبه بينبض لشخص هو هيطلب منه على طول الزواج. طيب ايه الحاجة اللي حاببها فيك الشخص ده؟ هو انتوا يمكن علاقة سابقة، توأم روح، في بينكم سول ميت، في بينكم تواصل روحي، في بينكم تواصل روحي، انتوا سول ميت، تمام. بالرغم ان ممكن تكونوا انتوا لسه في بداية العلاقة، او لو انتوا مش في بداية العلاقة، لو انتوا بقالكوا فترة وانت حاسس ان في بداية العلاقة ما كانش الشخص ده حاسس ان هو جاد في العلاقة، لا هو هيقلب لجد لما يحس ان هو فعلا توأم روحك، او لما يحس ان في بينكم تواصل روحي هيقلب الموضوع بجد. يبقى الشخص ده ايه اللي حببه فيك او ايه اللي عاجبه فيك هو لوحده، ده حاجة طبعا بدون ارادته، ربنا مسبب الاسباب، في بينكم تواصل روحي، في بينكم سول ميت، توأم روح، انتوا الاتنين بتنجذبوا لبعض غصب عنكم، هو منجذب ليه غصب عنك، انت منجذب ليه غصب عنه، انت منجذب ليه غصب عنك وهو منجذب ليك غصب عنه، صح كده؟ تمام. بالرغم ان ممكن تكونوا دخلتوا في بداية العلاقة كان عادي، مش في دماغك ان هو يبقى في ارتباط ما بينكم، ولا هو كمان كان في دماغه ان يكون في بينكم ارتباط. طيب حابب حاجة كمان فيك، حتة الحنية، حتة العطاء. يعني اول كارت طلع لي كارت العطاء، يبقى بيحب ايه او ايه اللي حببه فيك؟ عطائك. تاني حاجة، انتوا علاقة توأم روح، في بينكم تواصل روحي، في بينكم انجذاب غصب عنكم. شايفة هنا كروت زواج، شايفة الشخص ده بيفكر فيك كزواج، شايفاه بيفكر فيك كالشخص اللي بقاله كتير بيدور عليه وبيتمناه وبيحلم بيه وبيدعي ربنا بيه.
لو انتوا منفصلين فالشخص ده برضو الكلمة دي بقولها دايما، معرفش امتى غير لما بقيت بعيد عنه واتظلم واتجرح في غيابك، تعب في بعدك، رجع او مش رجع، هو يمكن لسه ما تكلمش معاك بس هو رجع لوعيه وعرف ان انت الشخص اللي المفروض ما كانش يضيعه من ايده. انت كنت بالنسبة له فرصة، مش فرصة يعني يستغلك، لا، ان انت ما فيش حد شبه قلبك. ده بالنسبة له هو ايقن ان انت ما فيش حد شبه قلبك. طيب ممكن تكون انت او هو من برج الميزان او برج السرطان او برج الحمل، جدا برج الحمل طالع لي مرتين، او برج الدلو، او برج السرطان تاني اهو طالع لي مرتين، او برج الجوزاء. طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ولو حد حابب يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هسيبه لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليكم، باي باي.